قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال، فيها الجهود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال وسرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. زكريا عم يعني خوفتني الله يهديك، معقولة تقول يا عمي؟ ليش ما سوي؟ ليش ما سوي؟ هذا حرف الحين تو تخبرني، انت ايش سالفتك؟ وين الشغل؟ عمي الله يهديك، انا ولد اخوك زكريا، هو ده ابو زكريا. انت معقولة بتقول يا عمي؟ استاذ منير، ايش الاخبار؟ بشر. الاخبار زينه، التوزيع مستمر الحين في جميع انحاء السلطنه، وانا كلمت واحد يتابع الموضوع، تعرفين هم لازم يسمعون الشريط في الاول. وانا فلوسي متى بترجع لي؟ بترجع ان شاء الله بترجع، بس المساله يبي لها شويه وقت، وانت ما يصير خاطرك الا طيب. استاذ منير اسمعني زين، اجر زكريا انا ما راح ادفع له لحد ما ترجعوا لي فلوسي. تدفعي له ما تدفعي له، هذا الموضوع بينك وبين زكريا، انا ايش دخلني؟ ها لا اسمح لي، انت لك دخل، العقد انا وقعته معك انت، سمعتني؟ لكن ما علي، بنتظر. خبرني كل واحد بياخذ كم نسخه من الشريط، سمعتني؟ انا احب اعرف كل صغيرة وكبيرة، كل شاردة وواردة، سمعتني؟ لا 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 عمي والله أنا خبرت عمي والله كنت باقي خبرك كل شيء، بس سليمة قالت لي لا تقول على حد. سليمة هاي تبغى تضحك عليك وما تعطيك فلوسك، أنا عارفة زين هالحرمة تضحك علي عشان كذا قالت لي لا تقول على حد. كل هذا يصير وأنا ما عندي خبر؟ عمي بس ارجوك خلاص خليني، انت كل شيء ما بتعرفه انا قلت لك اياه، ضربني وادي التعب ولا تروح. بس يا ولدي انا ما ودي اتصرف معاك ذاك، لكن تراني حاولت انك تخبرني، ما حاولت تخبرني، قلت ما شغل هذه الطريقه هذه، انا خايف يا ولدي انك تمشي في طريق ما زين.
عمي انا امشي في طريق ما زين. انا نسيت بيع البخور نسيته؟ بس عمي ارجوك لا تذكرني. زين خلاص الحين تبغى تروح روح، وهذه سليمه هذه انا بعرف لها بدوها. الحين اروح عاد كيف اروح وانا متدغدغ؟ والله انا مستغرب، اتصدق عاد كل اللي اتصلت فيهم قالوا لي مثل ما قالوا لك. بس لو اعرف ايش اللي صاير وليش هذه الحاله ما اعرف. شوف يا منير، انا صار لي مده بهذه الشغله واعرف ايش اللي يبغيه السوق، والتاجر بالنهايه تاجر ما يهمه غير ربحه، والاشرطه كلها اللي نزلت مال الاغاني التراثيه ضربت التجار بعد. انا اعرف ان مالها سوق، بس كل اللي اعرفه انها على الاقل بترد 40 والله 50 من قيمة تكاليفها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت نزل آخر شريط للمطرب موال؟ نعم نزل، بتحصله آخر شريط. أحسنتم. هذا اللي أنا قاصده، التاجر يريد مربوح الجاهز، وانت شايف الإذاعات والفضائيات تروق لهذا النمط بشكل مجاني بعد. الحين أنت تريد تقول لي أن كل الشباب ما يسمعون الأغاني التراثية؟ قصدك ما اقتنعوا فيها لأنها ما وصلتهم صح. يلا بروح أمشي أفكر كيف أخبر أصحاب الشغل، ترى راح تكون صعبة عليهم. مع السلامة. وإيش ذنب زكريا؟ يا منير يا منير، أنا ما أتكلم عن الفلوس، أنا أتكلم عن إنسان يحلم مثل ما كنت أنا أحلم. منير منير، هذا الإنسان أنا اللي جايب لك إياه، وأخاف يكون مصيره مثل مصيري. منير منير، اسمعني مقبول. تفضل يا أستاذة. أنا حاسة إن زكريا فرطة كبيرة ولازم اعرف ايش اللي يصير. والحين انا مثل يعني سمعت صوت زكريا وهو يكلم سليمه، بس قلت يمكن غلطانه، ما جا في بالي اني اسالفك ذاك. لا انا لازم اروح اقول لاخوي اول شيء، ما بخليها تاكل كل شيء بروح. اكيد تربح لي الاف من ورا هذا المشروع. سليمه واعرفها زين. اقول لك فاطمه، انا ما قادر انقدر بصراحه، ايش رايك نروح نسوي البيت بيت سليمه؟ تريد نروح لها نروح لها، بس قبل أن نروح لها أريد أسألك كم يعني تطلع حسبة زكريا من وراء هالشيء؟ أنتي خلينا أول شيء نضمن حقها وبعدين بنحسبها. يلا خلا خلا يلا من جو جاي الحين جاي ما أعرف والله من اللي جاي. سيسيل خلينا أشوف. ان هذه الاغاني ما لها سوق، بس هو اصر على انه لازم يدخلها. والمصيبه الاكبر انه ورط ناس مبالغ كبيره جدا. يعني حاول يلعب باحلام زكريا وانه بيصنع منه نجم وخلاه يجيب ممول. الله ايش بنقول على هذه الناس. خلاص يا زكريا امي، خلاص خلاص، اللي راح راح واللي راح ما يرجع. ولا قوة الا بالله. ايش الحالة هذه؟ صار لي ساعة احاول معه وما راضي يفتح. انا اللي محيرني ليش هو متعب نفسه كذي مع انه ما خسران ولا بيسه، ما مثل سليمة المسكينة اللي خسرت مبالغ كبيرة، المفروض هي اللي تزعل ما هو. كلش ما زكريا كان يدور شيء يتميز فيه وجدته شغله وعطته آمال كثيرة، بس المسكين خسرها مثل ما خسر غيرها، وبصراحة هالشيء زعل. أقول لك با عندي حل حاله.
بس هو يوافق؟ أقول لك مقبول؟ نعم. الأستاذة نادية تريدك ضروري ضروري الحين. أستاذة نادية وضروري ضروري؟ أيوة أستاذة نادية وضروري ضروري. عجيب، بس معاه حق، ترى أهل أستاذة نادية. مقبول تراك مخوفني، أنا حاسس إنه نحن جايين نسرق. يعني شيء مثل هذا القبيل. أبوي أنا ما معك في السرقة، أنا ما شغلي هالسوالف. الله يهديك، وأنت صدقت بعد. تو سليم عارف إنه نحن بنودي لها الأجرطة، فهمني بس فهمني. ما أريد كثر كلام، سيارة الأجرة تنتظرنا تحت. يلا بسرعة بسرعة بسرعة، يلا 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 بسرعة. هذا آخر فنك يا فنان زكري، ياخذوا الكراهتين مال الأشرطة يعقوها في السيارة، والله العالم هاي سليمة هتعقهم بعد. يلا زكريا بسرعة. هي والله جاي حاضر. لو نحن هين جايين هنا حلمو سليمة غيرت سكنها وسكنت في الشارع وامو. أبوي انت خلينا ننزل كراتين وبعدين بفهمك كل شيء. خلا خلا يلا ننزل ننزل. فهمت انا مقبول، فهمت. فني كله راح نرميه في الشارع. والله هذه فكرة زينة، بس تعتقد سليمة يعني بتوافق؟ أنا اتفقت مع سليمة بأن كل هالأقراص ثمنها 300 ريال، والمسكينة وافقت لأنها خسرانة خسرانة. إيش اللي جالس يصير؟ جاهزين؟ جاهزين ونص بعد. ترى نادية هي صاحبة الفكرة. يلا بسرعة، ترانا نتأخر. يلا 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 يلا، يلا. ايش النشاط اليوم صاحي من وقت اشوفك؟ عمي انا لبست ملابسي وجهزت علشان انزل معاك الشغل وخلاص، ما اريد فن. اذا كبغى هذا الكل اللي بيسمعها من وقت هي هذه اللي ادور عليها انا. زين يلا اخطف قدامي، لكن شيء واحد اقول لك، ها تراني انا مديرك في العمل. اها وتطول لسانك. انت مدير يا عمي؟ عقب رحنا فيها ايش تقول؟ اقول عمي اذا انت المدير احسن عن الغريب. اه كذا معقول. يلا 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 وكان عم تاخر. يلا تفضل عمي. زكريا مالك وقفت؟ مو فيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش توالك يا ولدي؟ عمي كم صار لي وانا جاي من البلد عندك في مسقط؟ والله يا ولدي صار لك فترة هني، يعني ما أعلم كم يوم ما أعلم كم شهر، لكنك فترة طويلة. عمي
عمي من ذيك الأيام لغاية الحين أنا شارد من البلد عشان ما أشتغل في النخيل، نخيل أبوي، مزرعة أبوي يعني مزرعتي أنا. واليوم وفي مسقط أنا أشتغل في النخيل وأجير في مزارع الناس. لا لا لا، السالفة فيها شيء، ده صالك شيء صالك. أنا بسير البلد، بسير أشتغل في مزرعة أبوي. مع السلامة عمي. على هيد زكريا، تعال أبوي تعال، انتظر لحظة شوية بنت فاهم لحظة. أنا راجع البلد يا عمي. الحين فهمت اللي أبوي حاول يفهمني إياه من زمان. بس يا ولدي يا زكريا انتظر شوي وخلنا نتكلم. شكرا يا عمي، شكرا على كل شيء. ايش؟ رايح البلد؟ واخيرا؟ في شيء اريد اقولك قبل ما اروح، شيء واحد بس ممكن يرجعني مسقط. والله البيت من دونك ما يسوى شيء يا ولدي. الله، هو هذا الأكل اللي أنا مشتاق له؟ ما أكل عمتي فاطمة كله مالح؟ با مالك مولي شاغل بالك؟ بدر أنا أعرفك زين، أنت في شيء شاغل بالك؟ يا ولدي زكريا كلام الناس ما يرحم، تم مو بيقولوا يوم بيعرفوا انك جاي من مسقط وانت جاي القداق وجورة سندي رندي تتموح لك ذاك وانت ما مسوي شيء البر، مو بيقولوا. با انا في مسقط ما سويت شيء، وجيت من مسقط للبلد هنا علشان اتفرغ للمزرعة وابيع هذا الرطب في مسقط. ها؟ مو تقول؟ أنا باه أصير أتمشى أحسن لي عن هالجلسة، رجالي هتتورم لو جلست هنا. إيش في ما؟ ماله أبوي؟ أبوك يا ولدي باع المزرعة من مدة. باع المزرعة؟ البيت فاضي من غير زكريا، يمكن هذا الإحساس عشان الله ما رزقني بولد. صحيح إنه مسوي مشاكل وجايب اللي وجع الرأس، بس بوجوده كان البيت فيه حياة. في شيء أريد أقولك قبل ما أروح، شيء واحد بس ممكن يرجعني مسقط. صحيح زكريا رجع البلد وهذا الشيء سبب فراغ،
بس كبر بعيني يوم قرر يرجع عشان المزرعة. كلمة الأخيرة إيش يقصد فيها؟ ايش فيكم؟ كل واحد منكم عقله في صوب. يلا بوادي حرير، بس يكون ولا واحدة منهم تشبهك. هذا اللي ما توقعته، اجي من مسقط علشان مقرر اني اشتغل في المزرعة، الاقي ابوي بايع المزرعة. وين كلامك يا ابوي عن اعتزازنا واعتزاز اجداد اجداد اجدادنا بالمزارع؟ اللي كان تتكلم بعد بس كت ولا كلمه. كنت لازم اوفي الدين وعليم وكسر ظهري حال سعد من السبب. ما انت السبب، قصدك الفلوس اللي ما حبيت اقول لك اني استقرضتهم عند سعد، ما بغيت الناس تعرف. أنا أصلاً ما بتفرق معك بشيء. كنت أنتظر منك إنك تصير تتسوي شيء أو تعمل حاجة عشان يقول زكريا ولد أبو زكريا رجال، لكن هاي رجولة كبرت الشباب بالشكل بس. أنت حتى ما كلف نفسك بالاتصال تسأل عني ولا عن امك. اسمع يا زكريا، اعتبرني اني ما كانت عندي مزرعة وابني نفسك بنفسك. اذا بغيت في الرجال كد جيب مزرعة كد واشتغل وضم بيستك البيضة حل يومك الاسود. شوف من حالك صبر وكد وعمر، شوف مزرعة كيف الانتاج مالها. انا خلاص يا زكريا، ما بقى بحالي شيء، ما بقى من عمري كثر ما راح. يلا بحسن الخاتمة، لا حول ولا قوة الا بالله. اي نعم يا استاذ، وبهذه الطريقة بيكون الانتاج اكبر ان شاء الله. نعم طيب يا استاذ، انا ببدا بهذا المشروع ان شاء الله من الان وباسرع وقت. حاضر ولا يهمك، يلا مع السلامة. ابيض دايما ان شاء الله وانا عند كلمتي، وانا وراك وعيني عليك. اي حد يضغط عليك انا اخذ حقك وحدك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عند ربعتك الصايعين ها؟ ما علينا، بس بغيت أقول لك باكر عمك صالح جاي يزورنا. عمي صالح؟ اسمع لي زين يا ذكي، أنا أيامي صارت عد معدودة، يعني عده بالعكس من الثلاثة على الواحد، ها؟ وانت لازم تعتمد على نفسك، ها؟ كما قلت لك تعتمد على نفسك، ها؟ ترى عمك صالح جاي وعنده أخبار حالك. أنا بروح البلد وبرجع المغرب. صالح، أريد أروح معك البلد. كيف؟ تروحي معي البلد؟ سبحان مغير الأحوال. فاطمة، تروح معي البلد؟ أيوة أريد أروح معك البلد. بصراحة أنا أحب أهلك وما أريد أخسرهم، وتحسبني يعني إن أنا ما حسب نظراتك أنت ونادية؟ زين، يلا. بس اسمع، ما نطول عندهم واجد، لأن بصراحة أنا ما أطيقها أم زكريا كما ولدها واقفة على البلعوم. يصير بسقط كان باقي في شوية عقل، لكن وقت أشوفه من رجع من هناك البر ما شيء ناشف البر. بسم الله الرحمن الرحيم. جو من هذا؟ هذا زكريا. زكريا عمره ما راح يتغير، بعد سايد انتظر باص مسقط فوق النخلة. عبد الله قال باغي نشتري التمر من القرى، لأن باغي يوسع إنتاج المصنع، وقلت الحين عاد يدور زكريا معي. وأنا موافق عمي، وكذاك يكون صار عندنا بدل المزرعة مزارع واجد. إيش تقول؟ زكريا يرجع يشتغل معاك؟ حاجة بغبنا بها. مالك أنت عمتي الله يهديك يوم تسمعي باسم زكريا كأنه شايفة شيطان. والله تراني أعزش، خاصة أنك يعني في يوم من الأيام بتستوي حماتي. الدنيا حوالي حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم